First, the world doesn't organize itself. So if we're not in there and present every single day trying to do some of that organizing, helping to write في ظل الحرب الأوكرانية الروسية والضربات الحوثية المستمرة على المملكة العربية السعودية وتزامنا مع أزمة النفط العالمية، سيجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارة إلى إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر، إذ سيلتقي ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في العاصمة المغربية الرباط حسب ما جاء في بيان الخارجية الأمريكية الخميس. وكشفت الخارجية أن هدف زيارة بلينكن سيكون إجراء استشارات مع الشركاء حول عدد من الأولويات الإقليمية والدولية، بما في ذلك حرب روسيا في أوكرانيا والأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار والاتفاقيات الإبراهيمية واتفاقيات تطبيع العلاقات مع إسرائيل والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية وبحث إقامة الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وغيرها من القضايا وفقاً لبيان الخارجية. لكن اللافت أن بلينكن سيستثني السعودية والإمارات من زيارته، وذلك وفقاً لصحف إسرائيلية، إذ أشارت إلى أنه خلافاً للخطة الأصلية لن يزور بلينكن السعودية والإمارات، مضيفة أن هناك تنسيقاً لإقامة مثل هذا الاجتماع الثلاثي بين إسرائيل والولايات المتحدة والإمارات ربما في وقت مبكر من الأسبوع المقبل. وأوضحت الصحف أن الاجتماع سيكون على مستوى وزراء الخارجية، حيث سيجمع بلينكن بنظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان وبالطرف الإسرائيلي، وستكون زيارة وزير الخارجية الإماراتي أول زيارة رسمية له إلى إسرائيل بحسب الصحف الإسرائيلية. وقالت كبيرة الدبلوماسيين الأمريكيين لشؤون الشرق الأدنى أمس الخميس إن وزير الخارجية سيناقش خلال زيارته لإسرائيل دورها كوسيط بين روسيا وأوكرانيا. ما السبب إذن وراء استثناء بلينكن للسعودية في زيارته؟ وهل يحمل هذا التصرف رسائل سياسية للمملكة على خلفية التوتر الذي شهدته العلاقات بين الطرفين في الفترة الأخيرة؟